السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نحضر لكم جيج كنتاكي بفكره ملحين وبخصوص الجيريا. نبدا عندنا فخاتي جيج كي من هكذا نقطعهم. عندنا كاتشب، عندنا لا موطارد، ياغورت ماتير، زوج مغارف زيت قارص، عندنا كركم، ثوم، عندنا كزبر، فلفل كحل، وعندنا زنجبيل مخلط بالفلفل الابيض وكاتشب زوج مغارف. نبدا في المرحله الاولى. هذا ايش تبغوا لي صوص ما تشوفوا ديروا كامل كيما راه. بعد ما شلحنا الكويس تاعنا ندوزو المرحلة الأولى، نفرغو شوية زيت، نص مغرفة مطار، إيوا كما خير، كركم وزنجبيل هادو مع بعض، كاتشاب، الملح، كزبر، ثوم، والكركم. نعطيه بعصرة قرص، شوية قرص، نخلطه كامل مع بعض. نحطو الكويس تاعنا، تشرب مليح. نحطهم حوالي زوج سوايع حتى ثلاث سوايع، واللي حبيب بيتهم 24 ساعة أحسن وأحسن. دوك نغطيهم، ندخلهم في الثلاجة حوالي كيما قلت لكم زوج سوايع حتى اللي كل واحد وكيفاه. وندوزو الكريب. نوجدو العجينة تاع الكريب. عندنا كاس حليب، كاس فارينة، زوج مغارف زيت، عندنا بيضة، ورش شماتين خميرة تاع الحلوى. نفرغو الكاس تاع الحليب، نزيدو الفارينة هاذي، زوج مغارف زيت، بيضة، شوية خميرة. بعد ميكسيهم كيما راكم تشوفوا الكريب تاعنا واجد، نخليهم يربوزي حوالي 20 دقيقة ونرجع لكم. نقوم زدنا لهم رشة ملح، نزيدو لهم شوية حليب هكذا باش ما يجيوناش خشين شوية. نحركو تاعنا سخونة، نعطيو شوية زيت الزبدة هكذا، كيما راكم تشوفوا ضروا مع المقلة كومبلي. نخليهم يطيبوا شويه، ندورهم ونقلبهم ثاني بشويه كيما راكم تشوفوا. انا كيما راكم تشوفوا راهم واجدين. دوك نجوزو لعملية الحشو. ندير شوية زيت في المقلة كيما هكذا، ندبرو البصلة هذه، نديرو شوية ثوم، شوية فلفل الأبيض، نخلي البصلة هذي تكبر. بعد طفينا كي طبنا هذا طفينا عليه، زدنا له شوية فرماج مقطع كيما راه فرماج نوع بربر، ونزيدو له شوية معدنوس، ونخليهم بعد نحشيوه إن شاء الله. نرجعو لكم الكريب تاعنا مواجدين، الحشو واجد. هذه طماطم، طماطم حبة رحينة، درنا لها شوية ثوم، شوية معدنوس، وطيبناها.
نبدأ في المرحلة الأولى تاع الحشو. حطوا لي كده تاعنا كما راكم تشوفوا. نزيد مغرفة هكذا من هذا. نسكر الطريقة هذه. نقلبوها من العكس هكذا. كما راكم تشوفوا. زدوا شويه كريم فريش مع هذه الطماطم اللي بقات. وبسي ونفرغوهم هكذا فوق الكتاب هذو. نزيدو فوق الفرن درابي. هكذا صاي سي بون. دوك اللحوم في الفرن حوالي 10 دقائق. نخرجو الجيش تاعنا. نديرو شويه فرينه هنا. نزيدو خلطو شويه ملح باش ما تجيناش سانطا. نزيدو شويه في الاسود هكا ونخلطوهم. بعد نزل الكويس كما راكم تشوفوا هاك في الفارينة. بعد نزيدو نرجعو مرة ثانية. ونزيدو في الفارينة. حطو هكذا. نفس الخطوة نديرو للكويس كامل. نشعلو هكذا على المقلة تاع الزيت وخليوها تسخن. من بعد نقصو الزيت ونلوحو على الكويس تاعنا. نقصو الزيت مرة ونخليهم يطيبو في العقل باه يطيب لنا الكويس كومبلي. من بعد نديرو لاصوص. لاصوص الجيريان هذي اللي تمشي مع المشويات ومع الاخر. عندنا مايونيز هذي مخدومة على لافونس. ديرو شويه بصله مقطعه رقيقه، شويه هريسه، شويه فلفل احمر، شويه فلفل اسود، وشويه ثوم ونخلطوهم. ديرو شويه معدنوس من فوق. الهريسه اللي حاب يدير اللي حاب يديرش حسب الذوق تاع كل واحد. نقلبو الجيش تاعنا كيما راكم تشوفوا. نغسلو نخليو على نار هاديه. الكريب تاعنا ثاني نقولو بيوجدو ان شاء الله. دوك الدجاج تاعنا صاي سي بون واجد. مام الكريب ثاني كيما راكم تشوفوا واجدين. دوك نفوتو الطبق تاع التقديم. هذا هو الطبق تاعنا نهار اليوم ان شاء الله. البطاطا هذه وزروديه صوصيناهم شرشمناهم قبل، من بعد درناهم في شويه زبده وشويه فلفل اسود وشويه ثوم. ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق ان شاء الله. كويس كنتاكي مع الكريب مالحين ليجيم صوتي، كل واحد كيفاه حاب يرافقها. صوص الجيريان. ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق.